قص لاحم بالزغاليل وقص كلكان. القص اللاحم مع الزغاليل، الفيديو ده متصور من حوالي 5 أيام، يعني الزغاليل دي فاتها كبرت شوية عن كده. القص اللاحم ده والقص الكلكان ملك صديقي محمد السيسي، هو عارضهم للبيع. معاهم الزغاليل طبعا زي ما قلت لك كبرهم دلوقتي. القص اللاحم ده سعره 400 جنيه، والقص الكلكان زي ما حضرتك شايف بسم الله ما شاء الله الذكر لسه بياخد النتاية جديد، يعني مش النتاية تقريبا لسه ما اشتغلتش قبل كده. هنسيب لك رقم موبايل للأخ محمد السيسي والتسليم في دمياط. القص الكلكان 450 جنيه. بعد كده هنبدأ الفيديو بتاعنا طبعا، تركيب السلكات اللي احنا ركبناها جديدة، وبنجهز بقى من الحمام بتاعنا. الحمام ده بنأكد تاني ان هو ملك الصديق لينا، بس حمام مضمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة اللي هو إن أنا ركبت السلكات الجديدة، اتأخرت جدا في تركيبهم، لكن هما كان ليهم مشكلة إن أنا السلكات عايزة مكان مساوي، وأنا عندي المكان كان فيه الحتة النازلة دي، الحتة الواطية دي. شوف حضرتك أنا بنيت قد إيه علشان أعدل. ده اللي كانت المشكلة بالنسبة لي، وعملت تحتها بلاط، يعني بلطت كده على قد 60 سنتي اللي هم عرض السلكات. اهو هم 3 سلكات مش كتير يعني على قدنا، وربنا يوسع علينا وعليكم ان شاء الله. هو بحكم المكان يعني المكان ضيق، لكن السلكات هتوفر لي كتير، خاصة ان انا ما ببيعش حمام شغال غير من السلكات. ليه ما ببيعش حمام شغال غير من السلكات؟ يعني مثلا انا بدأت اهوت الحمد لله اعمر السلكات زي ما حضرتك شايف، كل ده حمام شبابات طاير في الجو اهو، شبابات لاحم وزاجل، في زاجل شغال برضو زاجل شبابات، ولكن اللحم ده كله شبابات كلها على وش شغل، وفي اللي انا بلاقيه واخد بعضه. انا بقول الكلام ده ليه؟ الناس اللي طلبت مني حمام لاحم الفترة اللي فاتت انا قلت لهم اني مش موجود، وهو فعلا هو موجود، لكن الطريقة اللي انا ببيع بيها تختلف شوية، ان انا بحط لك الجوز الحمام كده زي ما حضرتك شايف كده في السلاكة، بسكنهم اهم دول ياخدين بعض، لازم يكونوا يحصوا عندي اول عش واكشف على البيض. ليه بقى؟ لان ممكن اعطي لك جوز يبيض بيضة واحدة، او يبيض بيض فاضي، او يكون بيبيض وما يرقدش على البيض بتاعه. مشاكل يعني مش هنذكرها، المشاكل كتير ممكن تواجهك، لكن انا بجربهم عشان اعطي لك القص يكون فعلا بضمان، يكون شغال شغال. فاحنا عندنا اهو بدأنا الحمد لله نسكن، وفرشنا الطواجن كمان، فرشنا الطواجن اهوت لهم رمل او تحديق. هوري لك برضو حاجة انا بعملها، بشتري شكارة التحديق دي او فرش للطاجن. الشكارة دي بشتريها كلها الوقت، بقت نصها ب15 جنيه، من الحاج اشرف خضير في دمياط صاحب محلات افندينا. مش اعلان لحد، بس الراجل يعني يشكر، بيوفر لنا كل حاجة باسعار كويسة. ها برضه هوري لك اللي فيها، هفرش الطاجن ونشوف ايه اللي فيها بالظبط. هو ده اللي الشكارة اللي موجود في الشكارة بتاعت اللي جبناها من الحاج اشرف خضير، هو يعتبر رملة على محار البحر، مطحون مطحون ناعم كده بالشكل ده، دي مجهزة لفرش الطاجن. الحمام ياكل منها برضه، يحدق منها وهو بيجهز للعش، فكفايه الكميه ديت، لكن لا تزود ولا تنقص. لو زودتها الحمام هيبيض عليها، ممكن البيضه ممكن تقع، فالكميه دي كفايه جدا. هتسيب الطاجن يكون غوط كده، تسميه المحضن او الطاجن زي ما تسميه، او البياضه، كل حد له تسميه بتاعته. يعني هنفرشهم كده طبعا. انا مفتح بعض الابواب في اللي انا عرفت ان هو متجوزين بعض، الجزء اللي متجوزين بعض خلاص حبستهم، بجهزهم للبيع. ده الناس اللي هي طلبت، يا جماعه اعذرونا يعني، وبرضه الناس تشوف الحمامه. هنفتح ونسكن، وطبعا لسه عندي تركيب السقايات، لكن هي مشكله جامده قوي الحمام اللي طاير ده. حمام الطاير ده يا جماعه هبيعه كله ان شاء الله، مش هسيب غير على قد السلكات بس، علشان يكون المكان نظيف وتكون يكون كويس في التصوير، يعني تعرفوا تتفرجوا عليه ونعرف نركب سقايات. طبعا هيوقفهم على السقايات وعلى الاكلات بالشكل ده. واللي عايز يسأل على اي حاجة في السلكات هنقول له برضو. احنا نتمنى من الناس اللي بيعملوا عندنا السلكات، شايف الباب ده
انا حبيت ان انا ادخل فعلا الطبق الكبير او الطاجن الكبير، لكن اقصى مسافة هي المسافة دي. انا شفت سلكات عند اخونا حسين اللي في الكويت، الباب بيفتح كده، درفتها كلها بتفتح كده، درفة الباب كلها بتتفتح كده، وسلكة حديد حديد يعني الباب من فوق لتحت كده، لكن بيفتح على الجنب يقدر يدخل فيها اكبر طاجن يعني، وكذلك الحمام ما يضايقوش وهو بيفتح وقفل يعني. نتمنى ان تتعمل عندنا السلكات دي، لكن طبعا اكيد هتكون غالية شوية. طيب طبعا حضراتكم فاكرين المكان ده كله، المكان ده كانت فيه رفوف خشب، هتشوفها دلوقتي. شلنا الرفوف الخشب زي ما حضرتك شايف كده، هدينا فكينا الرفوف، كانت متركبة بمسامير في الحيطة والأرضية، الحتة المكان ده بنينا سطر طوب، كل ده احنا ما جبناش حد يعني، زي ما بيقولوا سبع صنايع والبخت ضايع يعني، الحمد لله مش ضايع ولا حاجة، لكن الحمد لله كل ده احنا عملناه بمساعدة طبعا أبنائي يعني، هم بقوا يناولوني، وعملت ده بنيت وبلطت البلاط ومحرت ودهنت كمان الحيطة اللي في الخلفية اللي ورا دي، لو لاحظت حضرتك يا مدهون أبيض يعني تبقى باينة شوية في الخلفية انها تبين التصوير شوية. هنظبط الإضاءة إن شاء الله كمان في الفيديوهات اللي جاية، لسه في شغل كتير، استنوني وبستنى دعمكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.